السلام عليكم، أنا اسمي يحيى زقرون. رمضان كريم، والتزموا جميع بيوتنا. أصدقائي، التزموا جميع بديورنا، التزموا جميع بديورنا. يا ربي يشغلنا على الوباء، يا ربي يا ربي. وكنشكروا الأساتذة ديالنا، دايرين معنا مجهودات الآن، يجدوهم على التعليم عن بعد، ونبقاو في ديورنا ونصبروا شوية على هذا الوباء. ويا ربي يمشي علينا، يا ربي. سلامة شريف. واش شريف؟ واش أنا معيط لكم تذكركم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. عطوني التصريح. واش انت خارج سبعة العشية؟ انا مشيت ليس للدواء. صاف الشريف، راه عندك مخالفة. اسمعي، علاش ديالك ماما؟ عطوني غرام 300 درهم. قولوا سيدي ما تعاود. صافي بسي سيدي ما تعاود. صافي سي بحال. سلام. ما تنساش الكمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم مسرحية بعنوان فيروس كورونا. دق 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 دق، من الطارق؟ افتح الباب. من أنت؟ السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ بخير. اليوم سنقدم لكم فيديو صغير، تابعوا معي وكنتمنىكم تتابعوا الفيديو معنا حتى للتالي. بنيتي، هاني غادي نشري واحد الحليوة تسلف لي مذاق التومة.
لذا ما خصنا نخرجوا إلا الضرورة القصوى، ولا خرجنا خصنا نستعمل الكمامات. معنى لو خطفت الرجل اللي تلفش الضلاب، وزنتوما جلسوا في ديوركم باش تحميوا راسكم وتحميوا الناس اللي لازين عليكم، وحنا يا باقي محتاجين ليكم عارفينكم. بقاو معنا. السلام عليكم أصدقائي، اسمي أيوب جبولي، رمضان كريم. الآن في هذا الشهر سنتعلم كيفية صنع كمامة. نبدأ بركة الله، نأتي بي شوف نطوي هكذا، نطوي الثانية هكذا، نأتي من قطعة بلاستيك صغيرة، نأتي بأخرى مثلها،